موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أدانت وزارة التعليم العالي استخدام العنف المفرط وإطلاق النار على الطلاب العزل، مؤيدة خطوة إدارة جامعة زالنجي بإغلاق الجامعة لمدة 4 أيام. وتأسفت الوزارة في بيان لها حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجامعة، مؤكدة دعم خطوة الولاية لحظر التجوال لمدة 2 أسبوع وتكوين لجنة للتحقيق في ملابسات إطلاق النار على الطلاب وتقديم الجناة للعدالة. استنكر ممثلو الإدارة الأهلية بآلية مبادرة رئيس الوزراء إقصاءهم من رئاسة اللجان الفنية للآلية. وحذر الأمين العام للإدارة الأهلية بشرى الصائم من أن يؤدي المنهج المحطوب في إدارة الشأن الآلية لاستقالة جميع ممثلي الإدارة الأهلية. شكا المدير التنفيذي لمحلية الفاو ياسر بابكر الحاج من ظروف صعبة وصفها بالكارثية تواجه المتضررين من السيول التي ضربت المنطقة مؤخراً. وكشف الحاج عن تضرر أكثر من 1300 أسرة تعيش في معسكرات تفتقد إلى البيئة الملائمة وانعدام المرافق الصحية ومياه الشرب بصورة كافية، محذرا من تداعيات غمر المياه لمخازن المبيدات الزراعية بالمحلية. كشفت إدارة معسكر الطنيدبة للاجئين بولاية القضارف عن حالتي انتحار وسط اللاجئين الإثيوبيين. وأعلن مدير المعسكر عيسى كوا عن وجود حالتي انتحار وسط اللاجئين بسبب ما أسماه الضغوط النفسية، وأضاف بأن هناك وجود حالات لمرض الكبد الوبائي وسط تزايد أعداد اللاجئين بالمعسكر. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.